على مدار 5 سنوات كان وسيم أبو شعبان حارساً شخصياً لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، رافقه كظله دون أن يفارقه حتى قضى نحبه معه بعملية اغتيال شهدتها العاصمة الإيرانية طهران. أبو شعبان ظل هنية ورفيقه بالحياة والممات. مشاهدينا، هذا البوست يتحدث عن رفيق الشهيد السعيد إسماعيل هنية اللي دائما رافق على مدى 5 سنوات بكل سفراته وبكل حروبه وبكل مؤتمراته وندواته وكل الأماكن اللي حضر لها. هذا الشهيد السعيد أيضا رح يرافقه إلى الرفيق الأعلى في جنات الخلد، رح يرافقه في مسيرته إن شاء الله في الجنة، أغتيل أيضا في نفس الوقت اللي أغتيل فيه الشهيد إسماعيل هنية. مشاهدينا، الآن نشوف البوست اللي يصور لنا منزل الشهيد السعيد إسماعيل هنية، صورة من أمام منزل إسماعيل هنية في غزة صباح اليوم، التقطها الصحفي إسماعيل الغول. إسماعيل الغول استشهد بعد هذه الصورة بقليل باستهداف عدراً إسرائيلي. إسماعيل كان يرتدي سترة الصحافة. مشاهدينا، إسماعيل الغول هو مراسل الصحفي لقناة الجزيرة، صور هذا الركام اللي بيبين بمنزل الشهيد إسماعيل هنية في قطاع غزة اللي استهدفه الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي الغاشم الجبان. هذه الحطام ما هو إلا رمز للقوة، رمز للشجاعة، رمز للصبر والتضحية. كيف يبين لنا أنه إسماعيل هنية ضحى مو بس بنفسه، ضحى بأولاده، ضحى ببيته، وهذا تذكار للقوة. مشاهدينا، كثير من التعليقات وردود الأفعال اللي حصدناها في هذا الموضوع. مشاهدينا، أول تعليق لنا بهذا الموضوع من تنسيقية حملة الشهادات العليا والأوائل: حسبنا الله ونعم الوكيل، إسماعيل يلتحق بإسماعيل واللقاء بالجنة إن شاء الله، إن شاء الله مسكنكم جنان الخلد. تعليق آخر مشاهدينا من عدنان يقول: يا له من منطق عجيب، الغرب وأمريكا كانوا الكيان، جابوا الكيان وما كنا من أخذ الأراضي وبلاد ناس بسطاء ويقتلون ويهبرون بيهم، وإذا دافعوا عن أنفسهم يصيرون إرهابيين وهم الملائكة ويحكوا لك بحقوق الإنسان والإنسانية. أيضا عمر يقول: الشهادة هي ليست آخر ما يضحي به الإنسان، بل هي جائزة من رب العالمين لمن يصطفيهم من خلقه. فعلا الشهادة هو فوز إن شاء الله بجنان الخلد. مشاهدين، أيضا تعليق آخر من رباب تقول: وقفتنا طويلة أمام الله بيوم القيامة، شو راح يكون عذرنا عن سكوتنا على اللي دا يصير بغزة وأهلها؟ صوت الرحمة والإنسانية والتعاطف أمام هول المجازر لكم الله يا شعب فلسطين. إن شاء الله فلسطين منتصرة حتى بهذه المجازر اللي دا تصير بناسها وشعبها. فلسطين هي أقوى من كل الشعوب.